قالوا يا شباب المردع عن قاعدين صرنا كبار صار بنا مساجين. ردت الشباب وقالت أهلا وسهلا بجناب الحج نحن لكل خدمة حاضرين. قال مثل حد السير صارت شيبتي وبعد الأرض بترتعش من هيبتي. صار عمري 90 بسن الكبار بعدني بحط الشباب كلها بجيبتي. هي الله معطيك ثلاثة منوتات، الصحة والأمان. الصحة والأمان، صحتك منيحة والأمان، فيش أمان، عنا في أمان؟ عنا بلبنان في أمان؟ ما فيش. هي بقى كنا نرعى عادي ونحلش ونحصد ونظهر بالبراري، ننام بالبرية، كنا ننام بالبرية. كنا ننام الطرش ننام بالبراري. هي بقى بين الهجران وبين الواد ننام فيها بالبراري. بس ما عادش لما صاروا جدوا كذيات ضرب إسرائيل عليني ما عدناش نيمني. حسين مواليد 95 كان عمره سنة وكانت عناية الغضب نيسان. تبقى السنة احنا وبالحرب كنا مهجرين من بلدنا، رجعنا لقينا البيوت مدمرة وخراب ودمار وقصف إسرائيلي، بس ما كان في عناية، ما في كان عنقودي مثل الحرب الثانية سنة 2006 لما صار حرب تموز. يعني ما توقعناها انها تصير تعود، انه قلنا خلص انتهت. تفاجأنا كتير وخلص وقعت الحرب. انتهت الحرب، رجعنا على عبيوتنا لقينا نص البيوت مدمرة، قريب العنقودية كتير. كان نهار خميس، كان عيد ميلاد حسين الصبح، فاق وقال له لبيو بدك تجيب لي جاتو. وثاقبت يعني تأس كتير، كان شوب وكان صحيح انه بنيسان بس أصعب من أيام الشغل الصيفية. فصرت أنا خوفين على الولاد من الشمس من برا، صرت عيط عليهم انه ما تلعبوا بالشمس، انه كتير الحرارة عالية حتى ما يسخنوا أو يصرن شيء. ف ظهرت لبرا ما لقيتهم. ظهرنا نلعب وكانت الدنيا كتير شوب وكنا مبسوطين وجبنا الفوتبول وعم نلعب بالحقلة ولقينا القنبلة واتفقنا انه ما حدا يضرها. لما شفناه انه ما فقعت فكرنا انه مفقوعه وهي هيك، وبلشنا نلعب فيها نشرقها لبعض، واحد يعطيها للثاني ووقعت من ايده من غير قصد وفقعت. كانت القنبله هون على شكل دخان مثل هي محطوطه عليها وفي شيء علام حواليها.
يعني أنا بس اسمع عن ولد طلعت فيه عنقودية، يعني طبعاً بتأذاني وبتأثر، لأنه هو هذا ولد مش ذنبه أنه تطلع فيه عنقودية أو يموت، مش ذنبه هو، بس بتتأثر أنت أنه كيف هاي المطرحة أنا مش كين رايح لها أو مش كينين مشتغلين فيها نحنا أو وين كينين. هلا خلال شغله هو على المكنة أي هدف بيلاقيه طبعا بده معه مثلث أحمر، هو بيعلم الهدف فيه بيرجع عنه 20 سنتيمتر، بينزل 5 سنتي بيقرب صب الهدف اللي هن 10 سنتيمتر، بيرجع بيشيك تحدد الهدف 100% وين. طيب أي جسم بالأرض هو بيلاقيه مشتبه فيه، يعني هو ما بيعرفه شو هو، فورا هو بيوقف ببلغ التيم ليدر، التيم ليدر اللي بيكون هو المسؤول التقني على الارض، بلغ التيم ليدر، التيم ليدر بيجي بيدوره بيتاكد من هذا الهدف، اذا كان قنبلة عنقودية يا اما قذيفه يا اما اي شيء جسم غريب، التيم ليدر بيشيك حول هذا الهدف، بحط له ثلاث الاوتاد الحمر، الاوتاد الحمر بحط له الشريط ابيض واحمر وبيعلمه بدوره ببلغ المشرف. في شباب استشهدت بهذا المجال، بس اذا انا بدي راح اقعد ببيتي واذا بده يقعد ببيتي واذا مو بده يشتغل الارض هون. سيد محمد هو شاب من الشباب مثل الشباب، طبعا كلنا زملاء بالعمل، نحن بنقضي مع بعض هون 12 ساعه يمكن مع عيالنا مش عم نقضيهم. كان هو مشرف على هذا الفريق قبل ما اني استلم مشرف، كنت انا المساعد تبعه. أخطر حقل موجود هو الحقل اللي استشهد فيه، بس بيبقى أهم شغلة وقت اللي كان يعلمهم كان يدربهم كان يقول لهم أنتوا مش هون لتشتغلوا، أنتوا هون لتحرروها لهذه الأرض، أرضنا بعدنا محتلة، خلوها براسكم، أرضنا بعدنا محتلة، محل ما فيك تدعس يعني في إسرائيلي عم يدعس، يا بتشيله يا بتقع ببيتك. كان يبرروا بأنه عم بيشتغل هو شيء واجبه تجاه هيدي الأرض، تجاه هيدا الوطن، تجاه هدول الناس الموجودين، يعني الموجودين نحن عايشين بيناتهم، تجاه أهله. كان بيعتبر أنه دوره هو مكمل لدور المقاومين. إذا بدي أرجع أحكي كخاي فقدت، كنت قال له حمودي انت سندي، انا صار لي شيء انت بتقوم فيه. فقدت كسر داري، فقدت خيي، فقدت الامل. قبل بجمعه كنا عم طلع له تخوتي كرمال بده يجيب اولاد، قبل باسبوع كان مبسوط فيهم. هي إسرائيل مكان وقت حطيتهم لهول الألغام كنت عارفاني حالة شو بتعمل، كنت عارفاني إنه حتاخد غيرة الشباب، إنه حدا بيشتغل فيها غير ما يكون غيرة الشباب، عرفت أخدت غيرة الشباب. هو الألغام رصاصة بتقتل مين مكان، بس هيدي اللي بقرب لحدا هو حدا بتعرف إسرائيل، ما هذا حدا بده يكون واصل لمطرح بالتدريب بالفهم بالتركيز، إنه إذا قتلته خسارة لبلده. ما نحطوا عباسياً هول، هود يستهدف فيهم المقاومين من كل الأنواع، كل الناس، حتى الراعي بيقاوم وجوده بالحقل هو مقاوم. ما هي معيشتنا الأرض، شو للأرض يقول أنا شو لل، لا مزروعات لا مراعي ولا شيء، هي الأرض اللي هي تستغليها للي عشت بني ادم من الارض. نعمل الهمة انه كيف بدنا نظهر والكذيب بالارض، يعني طرش ما بيهمناش منه، بس لا سمح الله جيت له بولد جيت له بشيء هذا خساره.
قبل الحادثة وبعد الحادثة أكيد تغيرت أشياء كتيرة. يعني واحد بأجرتين مش مثل أجر واحدة. يعني صاروا على رفقاتي يلعبوا الفوتبول لحالهم اللي كنت أنا وياهم، وأنا بعد لحالي، وفي أشياء كتير تغيرت. لو بقدر ارجع فيه الزمن لورا، يعني اكيد ما كانت خليتهم يلعبوا فيها، وطبعا انا ما كنت بعرف يعني اذا فاعت شو بده يصير فينا، وما كنت بعرف خطرها وشو بتعمل. اجر مهمه يعني، بس مش ما بتوقف الحياه.